السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كردين كيف حوجة تبرا درا وري شلو في سينا عبد الرحمن يسعك تعرضي أبرو ذكر كيسة. أي أنا أخرت شوية، قلت نرجع في التسجيل الثاني لكن أخرت شوية. أي كي سميت بعض الأصوات تبع موضوع التجارة رو اقتصاد كي كوردو كويرو كواي يعني. طبعا التجارة كي اخواني اركي ناجي التجارة طبعا تقليدية هي التجارة حديثة هي. طبعا والاقتصاد والتجارة طبعا مرتبط ببعض، إن كان كل واحد تعريفه براه لكن هو مرتبط ببعض. طبعا كيكيتي تجارة واقتصاده تي أساس يعني يخلي إنه التجارة يكون نشط والاقتصاد يكون نشط. هنا الأمن طبعا تي أماني أوغني اقتصاد أو تجارة راجي يكون في برجلة شديد، لأنه التجارة ده يحتاج لأمان ويحتاج طبعا برضو اللوكيشن المنطقة اللي انت تجارة بيلا ليري. طبعا انا قاعد كبار يكون كي سيجاي كي طبعا اخوانا كغسي، لكن طبعا اكتر حاجة تقليدي ان كغسيري تقليدي هي طبعا معروف في الزمن كيكير او كغسي ان تبادل السلع أو تبادل المنفعة. طبعا هو ده التجارة طبعا تبادل السلع بسلع كيف ويا بي يعني. لكن التجارة طبعا هو بتطور إلى تجارة حديث، وتجارة حديث طبعا هو طبعا مهم جدا، وتجارة الحديث طبعا هو بيساعد في اقتصاد الدولة أكثر من التقليدي. لكن التقليدي برضه مهم للاقتصاد طبعا، والتجارة الحديثة طبعا أكثر أهمية. كيكي طبعا أستاذ حسين لكيكي أركي إني طبعا التجارة ده مش تبادل السلع بس، برضه خدمات خدمات كده طبعا. أوروبا كلي كورد أموروية يعني، في دول بس معتمدة على بريطانيا، ده أكثر دولة معتمدة على خدمات التجارة بتاعه، عشان كده دولة قوية. وطبعا التجارة أساس قلنا الأمن، وبعده طبعا المنطقة أنت تتاجر فوقه يعني اللوكيشن ده مهم كده. نكتب هنيجي راجع تاني. أي تجارة طبعا في تجارة محلي داخلي يعني تجارة كلي دولة كلي تجارة داخلية رأيه، وفي تجارة خارجي رأيه، وتجارة طبعا بين الدول لدول ده برضو فيه تجارة. طبعا بخش حاجات كتيرة من ضمنها هو زراعة كيرة، ومن ضمنها حتى يعني تجارة إنتاج الكهرباء، أشياء كثيرة طبعا بخش في تجارة. تجارة طبعا بيختلف بين الدول لدول، والدول الحديثة طبعا أكثر حاجة تجارة بتاعهم من الصناعة. طبعا هم أكثر دولة بقت دول صناعية، ونحن طبعا في أفريقيا طبعا دول زراعية، أو أنت عندك يعني عنصر من عناصر الأرض مستفيدة عندك عشان تقدر تبادل معهم التجارة. وتجارة طبعا في طبعا تجارة برضو بتاعت ستوك اكسشينج يعني تجارة بتاعت يقول لي شنو الأسواق المالية. طبعا الناس هي أكتر حاجة ناس بتركزوا على الأسواق المالية ده. طبعا التجارة بيها هين وسهل
تشيل جهاز كمبيوترك وعندك يكون اكاونت بتاعك عندك قروش، بس تشتري اونلاين السلع اللي انت دايره في الماركت، يعني في ستوك ماركت، ولما يغلى الحاجة اللي انت اشتريته لما يغلى تبيع، لما يرخص تشتري وكده. طبعا التجارة زي بتاعت الستوك ده كأنه زي قمار، عشان كده يكون بخش في الحرام والحلال برضو. لكن أكثر الدول الأوروبية ده معتمدة على التجارة بتاعت اسمه شنو، أسواق المالية ده كده. نكتة وهي راجع تاني، معلش يا اخوانا. اي طبعا نقول لكم اكتر حاجة اراوكي وشاي طبعا بلقي من خفيف فكرة توسع، يعني اكتر حاجة نتكلم بعربي يا اخوانا سامحوني. التجارة الحديثة طبعا هسي حاليا في دول بتاجر ياهو تجارتهم علم طبعا، طبعا عندهم علم كويس وجامعات بتاعهم هاي ستاندرد، ده برضو تجارة طبعا بيجي يدوك العلم يدرسوك وانت تدفع فلوس، برضو تجارة. تجارة طبعا أنواع كثيرة جدا، لكن أهم حاجة التجارة هنا في أوروبا بالذات طبعا أنا قلت هو سوق أسواق المالية ده طبعا أكتر حاجة في أوروبا، لكن الحكومات هنا في الدول المتقدمة هنا بيستفيد من الضرائب، لأنه أي تجارة أي حاجة هيتحرك وراه ضريبة. طبعا هناك في أفريقيا شوية كده من الصعب ناس يدفعوا ضرائب، ومن الصعب يعني انت تقدر ممكن تعمل خارم بارم عشان تطلع ضرائب اقل وكده، وذاتها ما في انواع كثيرة من الضرائب، لكن هنا في ضرائب يعني قريب 10 ولا 12 نوع من الضريبة، يعني 12 نوع من الضريبة في اوروبا دي. فيه عشان كده الحكومات في أوروبا هنا بيستفيد من التجارة. طبعا التجارة انت لو بدلت حاجة بحاجة او قروشك اشتريت بحاجة، يعني انت لما تشتغل تدفع ضريبة، والقروشك اللي انت اشتغلتها يعني في اخر شهر تيجي تستلم ده تدفع ضريبة، ده income tax. وبعد ذاك بعد ما تستلم تيجي داير تشتري حاجة من دكان تدفع ضريبة، يقول لها value added tax يعني VAT، أو يقولوا بالعربي شنو يا ربي، الضريبة القيمة المضافة تقريبا. وبعد ذاك تيجي عندك عربية داير تكب بنزين برضو تدفع ضريبة، وبعد ذاك تيجي انت ساكن في البيت عندك برضو ضريبة اسمه كانسل تاكس. وتاني يعني لو مشيت مثلا حتى لو في زول عداك هدية نوع من الهدية يعني قيمته أكتر من قيمة معينة برضو تدفع ضريبة. يعني ضرائب أنواع كتير جدا، يعني في بيرسونال تاكس ده طبعا ضريبة الدخل الشخصي، تاني في كوبريشن تاكس ضريبة الشركات، وفي طبعا برضو في انهارت تاكس ده برضو يعني انت لو ورثت حاجة برضو يعني تدفع تاكس كده. نكتة نيجي تاني قاعد يزيد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.